Sí, ya estaré. Hacia el medio. ¿Eh? Sí. Ya lo veré entonces. Sí. Juega con esto. ¡Andy! سلسلة أفلام عروس الشاكي هي مجموعة أفلام رعب ترتبط بفكرة واحدة، وهي دمية متحركة تتلبس بها إحدى الأرواح فتقتل بقسوة ودون رحمة. تم إنتاج الجزء الأول من السلسلة عام 1998، ولعل محبي أفلام الرعب قد شاهدوا أجزاء السلسلة السبعة، وكان آخرها فيلم طائفة الشاكي الذي تم طرحه عام 2017 المنصرم. نبذة عن فيلم تشاكي. تاريخ إصدار الجزء الأول من السلسلة كان عام 1998 في 16 من أكتوبر، ومن إخراج روني يو. سلسلة أفلام الدمية القاتلة، مؤلف القصة دون مانسيني، ونوع الفيلم رعب وإثارة. قصة فيلم تشاكي الدمية القاتلة. تبدأ أحداث الفيلم بمطاردة بين رجال الشرطة وأحد المجرمين القتلة، ويدعى تشارلز لي، وهو مجرم قاتل وخطير أيضا. وأثناء المطاردة تصيبه إحدى رصاصات رجال الشرطة ليسقط أرضا ويحتضر، ويتمكن تشارلز أثناء احتضاره من نقل روحه بواسطة تعويذة سحرية إلى إحدى الدمى في قسم الألعاب داخل المتجر، لتقبع روحه الشريرة داخل الدمية والتي تدعى دمية الرجل الصالح. أصابت المتجر صاعقة أحرقته عن بكرة أبيه. وأثناء إطفاء الحريق استطاع أحد الباعة الجائلين أن يسرق دمية الرجل الصالح من بين الحطام والأنقاض ليبيعها بثمن بخس لسيدة طلبتها منه عندما شاهدت الدمية بين يديه، ولم تكن الدمية سوى تلك التي انتقلت إليها روح المجرم تشارلز. وكان ابن السيدة تلك يدعى أندي، قد طلب من والدته أن تمنحه دمية الرجل الصالح كهدية له في عيد ميلاده، ولكن السيدة اعتذرت لأنها لا تملك ثمن اللعبة، لذلك ما إن رأتها لدى الرجل بثمن زهيد حتى اشترتها فورا من أجل أندي. وفي مساء تلك الليلة يتحدث تشاكي إلى أندي ويخبره باسمه، ويقوم بارتكاب أولى جرائمه، حيث قام بقتل مربية أندي وصديقة والدته في المنزل بواسطة مطرقة حديدية، ثم قام بقذفها من نافذة المنزل. وعندما تم اكتشاف الجثة أخبر أندي جميع بأن تشاكي هو من فعل ذلك، وبالطبع لم يصدقه أحد. في اليوم التالي أجبر تشاكي أندي على التغيب من مدرسته، وأقنعه بأن يصطحبه إلى منزل إيدي، وكان إيدي شريكا لتشارلز، وهو من اعترف للشرطة عليه في المطاردة الأخيرة. لذلك قرر تشارلز الانتقام من إيدي بواسطة الدمية،
وبالفعل ذهب به أندي إلى منزل إيدي فقتله تشاكي وأحرق المنزل بالكامل. وبالطبع وجد رجال الشرطة أندي إلى جوار منزل إيدي، فتم اعتقاله على الرغم من صراخ أندي بأن تشاكي هو من فعل ذلك، ولكن لم يتم تصديقه وأودع أندي بمصحة للأمراض النفسية. عقب إيداع أندي بالمصحة النفسية عادت أمه إلى المنزل وحدها حزينة، ولكن ما لبثت شاكي أن هاجمها وهي وحدها عقب أن فحصت الدمية بعد أن حدثتها ولم تجد بها أي بطاريات. فزعت كارين وأبلغت أحد المحققين من أصدقائها ويدعى نورس وأخبرته بما حدث، وإنها عندما حاولت إحراق الدمية هاجمتها بشراسة. بالطبع لم يصدقها المحقق، ولكنه تعرض لهجوم مباغت أثناء قيادته لسيارته حيث هاجمه تشاكي في محاولة منه للقضاء عليه حتى لا ينكشف أمره، ولكنه نجا من هذا الهجوم المباغت بإطلاق النيران على الدمية. اكتشفت شاكي بأن إصابته المحقق له تنزف دما، فذهب إلى الشخص الذي علمه السحر وعرفه بنفسه وسأله لم ينزف، فأخبره بأن الروح سوف تتحول تدريجيا إلى لحم ودم وسوف تشعر بكل ما يصيبها، ولكنها لن تكبر، وبعد فترة سوف تتحول إلى إنسان بشكل كامل. طلب منه تشارلز معرفة وسيلة لنقل روحه من الدمية إلى شخص آخر، ولكن رفض الرجل أن يخبره، فما كان من تشاكي سوى أن عذبه طويلا حتى أخبره الرجل بأنه يجب عليه الانتقال إلى أول شخص عرف بحقيقته وهو الطفل أندي. تلحق كارين والمحقق بتشاكي فيصلان إلى الساحر أثناء احتضاره ويخبرهم بما حدث وكذلك كيفية التخلص من تشاكي، وقال لهم بأن الدمية كلها بلاستيكية ولكن القلب بشري تماما، لذلك إذا ما أرادوا التخلص منه يجب عليهم إصابته بالقلب مباشرة. كانت شاكي قد وصل إلى المصحة التي تم احتجاز أندي بها وظل يطارده من خلال أحداث الفيلم المثيرة، وقتل في طريقه بعض الأطباء المعالجين للطفل ليهرب أندي أخيرا ويتجه نحو منزله، ولكن يلحق به شاكي مرة أخرى قبل وصول كارين والمحقق. ظل أندي يحاول الدفاع عن نفسه ولكنه يضربه تشاكي فوق رأسه بمضرب البيسبول ليفقده وعيه، ويبدأ بتلاوة بعض التعاويذ من أجل إتمام عملية الانتقال إلى جسد أندي، ولكن يلحقه كل من كارين والمحقق ليتمكن تشاكي من إصابة المحقق، ولكن تنجح الأم وابنها في وضع تشاكي داخل الموقد ليحترق، وتذهب غير آبها بتشاكي الذي ما زال على قيد الحياة لتساعد المحقق، وتكتشف بأن تشاكي ما زال حيا، لتنتهي تلك المطاردة المرعبة بإطلاق المحقق رصاصته على قلب تشاكي ويتخلص منه إلى الأبد. أذاقت سلسلة أفلام الدمية الشهيرة شاكي الملايين لحظات رعب لا تنسى، فمن منا لم يشعر بالرعب الشديد وهو يشاهد أشهر الأفلام التي تدور حكايتها عن دمى مسكونة تحول حياة من يعيشون في المنزل إلى جحيم لا يطاق. فقد بدأت سلسلة أفلام الدمية القاتلة التي تقوم ببطولتها دمية تقتل كل من يواجهها لتصل إلى ما تريده. عام 1988 بفيلم تحت عنوان تشيلسي بلاي
ولاقت نجاحات عظيمة، فاستمرت لتعود مرة أخرى عام 1990 بفيلم عنوانه تشاكيس باك تشيلس بلاي 2. هذا الجزء يعتبر أضعف من السابق، ومع ذلك فقد حقق نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة، بينما لم يحقق نجاحا مماثلا في المملكة المتحدة. ثم عاد مرة أخرى عام 1991 من خلال فيلم تشيلس بلاي 3، وكان شديد الرعب حيث كانت تدور أحداثه حول قتل طفل في الثانية من عمره. ثم جاء عام 1998 بفيلم برايد أوف تشاكي نمبر 4، حيث تميز هذا الجزء بأنه اتخذ منحى أكثر ميلا إلى الفكاهة. وفي عام 2004 انطلق فيلم سيد أوف تشاكي الذي يعتبر من أكثر الأجزاء التي نالت إعجاب الجماهير، وتناول فيها سلسلة جرائم قتل جديدة للدمية الشاكي وتيفاني التي كانت تؤدي دور زوجته. وأخيرا عام 2013 تم عرض فيلم كارس أوف تشاكي الذي يعتبر حتى الآن الجزء النهائي من السلسلة، الذي تبين فيه أن البطل بدأت تشك بأن الدمية الغريبة التي تلعب بها ابنة أختها الصغيرة قد تكون المسؤولة عن كل الأحداث الدموية المخيفة التي تحدث مؤخرا. ونظرا للنجاحات التي وصلت إليها هذه السلسلة، فيجب أن تكون على دراية كاملة بقصة الدمية هذه. وفي النهاية أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بمشاهدة هذه المشاهد من هذه الدمية القاتلة الممتعة تشاكي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول، وأن تشتركوا بقناة الرعب The Horror في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر والسناب شات والإنستغرام والتيك توك، وانتظرونا القادم سيكون أفضل بكثير. إلى اللقاء يا أبطال الرعب الأعزاء.